کہ جس نے تین دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک مرتبہ، ذرا غور کیجئے گا، تین مرتبہ یہ پڑھ کر ایک مرتبہ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جس نے تین مرتبہ تعوذ پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیت کی تلاوت کی، 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے صبح سے شام تک.